عسلامة ومرحبا بكم البنات. اليوم جبت لكم فيديو روعة روعة روعة، يمكن يكون آخر فيديو 2020. جبت لكم فيه تحذيرات اللمسات الأخيرة لتحذيرات رأس العام. فيديو اليوم بتشوفوا فيه خبزة جاتو جديدة، نفسها الروسيت متاع المرة الأخرى أما بحلة جديدة. بتشوفوا فيه تغليف كادوات، بتشوفوا فيه جولة في كارفور، و تحضير هكا لمحة بسيطة على زينة طاولة رأس العام. خليكم البنات استمتعوا معايا بالجولة البسيطة ومن بعد تسمعوني نحكي معاكم في الفيديو ديريكت. البنات هذيا في كارفور المروج عاملين هكا دو باك حاضرين فيهم 5 برودوي فانواز، المستلزمات اللي تستحقوها الكل، الخبزة الجاتو هذوما حاجات انا شريتهم، ثم بعد نحكي لكم عليهم بالتفصيل البنات في المشتريات متاعي. الحاجات اللي خذيتهم من الكارفور باش نكمل لكم في السيري نتاع مشتريات راس العام. هاك عملت بكم دوره في المونوبري، وتوا هذوما الحاجات اللي خذيتهم من كارفور. كيما شفتوا هاك الجوله البسيطه اللي عملتها بكم في كارفور، وتوا باش نوريكم شنو الحاجات اللي خذيتهم. خذيت فخوماج ايمونتال، هذيا ديجا احنا جربناه من اول مره، عملوا الديجوستاسيون نتاعو وقتها بارتاجيته معاكم في بنياغلين وعجبني برشا. هاني تاويك البارح ما لقيتوش في مونوبري، البنات راهو مش موجود في مونوبري، موجود يظهرلي في كارفور بركه، والديمونسيون هذي برك موجوده. فيها قديش فيها 160 فيها 160 غرام، هذيا ب 4300، برغم اللي هما اللي يعملوا عليها في الببليسيتي مورين لي غران فورما، ما لقيتش غران فورما. البنات كان لقيتوها قولوا لي في لي كومونتير، اكتبوا لي وين تلقاو لي غران فورما، تنجموا تطيبوا به وتنجموا تاخذوا تعملوا به فخي. بي خذيت هذوما، نجموا نستحقوهم في برشا حاجات في راس العام. البنات لي شوكو بينك هذوما ما لقيتهمش في مونوبري، انا مره الاخرى خذيتهم من جيون ازور سيتي. المره البارح لوج عليهم في مونوبري، درت مغازان كامله ما لقيتهمش، اليوم زاده في كارفور درت مغازان كامله ما لقيت كان الخمسه ساشيات هذوما بجنب الكاسه. بلي اكتبوا لي في لي كومونتير وين موجودين هذوم. اون بلوس في جيون نلقى لي غو الكل، لي زاروم الكل، فما فريز، فما سيترون، فما اورانج، فما شوكولا بلون. نلقى في كارفور نلقى كين هذوما اكاها. قولوا لي بلي البنات وين تلقاوهم هذوما لي شوكو بينك. بي خذيت هذوما زيد لي سوبور نتاع لي بوجي باش نزين بهم زيد الطاوله، كان عندنا منهم نحنا قبل نتفكر كي كنا صغار، عييت وانا نلعب بيهم، من بعد ما نعرفش عليهم حاسيلو وين اختفاو. يا اخي قلت لقيتهم، قلت خليني ناخذ منهم، عندي انا بلوزيور سوبور للي بوجي، اما قلت خليني نزيد ناخذ هذوما باش نعمل لي بوجي طويل. هذيا ب 2000 وحاجه البنات حاسيلو الكعبه. خذيت كعبتين كهو خاطر عندي بديت تتصور في مخي الديكوراسيون تاع التابل كيفاش باش تصير. قولوا لي البنات تحبوني نبارطاجيها معاكم قبل والا بعد راس العام.
خاطر بالحق كيما قلت لكم راهي تتطلب برشا وقت. قولوا لي معناها نحضرها معاكم والا لا بي. شنو خذيت اخر؟ خذيت الخبز هذايا، الخبز هذايا باش نعمل بيه تشوفوا ابيرو، باش نعمل دي زابيرو نستحق فيه برشا الخبز هذا. اتو ان شاء الله تشوفوا شنو الحاجات اللي باش نعملهم بي. واكثر حاجه انا فرحانه بها في المشتريات هذه اللي هو المناجير هذايا. انا عندي قديش نلوج عليه، عندنا برشا راهو عندنا بليزيوغ موديل في الدار، اما انا قلقت ديما نحب الجديد، ديما نحب حاجه جديده. دونك هذوما حاسيلو انا نلوج عليهم في الدوري كيما نشوف فيهم في تونس ما عندناش. فما كان في زغا الحقيقه ياسر ياسر غاليين، المغرفه بركه في زغا هوم المغرفه ب 25000 بالحق ياسر غاليه ومش حلو. معناتها باش تاخذ مغرفه وفرشيطه وسكينه مش حلو. صحيح اللي انا نستعمل فيهم للكرياسيون دو كونتينو نتاعي لليوتيوب وللانستغرام، اما با سو بوين معناها سي با دو. اخي كي شفت الموديل هذا انا باش نوريه لكم من قريب لقيته في لارجون. اون بلوس احنا انا الديكور تاع الطاوله عندنا لي سيت دو تاب، باش نعمل في البلون باش نعمل ميلونج ما بين البلون وما بين لارجون. هما لي سيت دو تاب هذوما زيد ماخذينهم من كارفور، نحنا عندنا برشا ونلقى لي سيت دو تاب في الغوج البنات في كارفور المروج دو. راني انا كارفور المروج اللي عملت فيه الجوله وفما في الغوج، غوج وفيه شويه دوغي البنات. دونك فوالا هذيا هكا هاهم الميناجير، فيه أربعة من كل كعبة ب 54 دينار، رزين إينوكس هاكا، وفيه هكايا كل قوش عليه كويفر مارتولي البنات، شفتو ياسر حلو. قولوا لي رايكم، خليوا لي بالله رايكم في لي كومونتير. نعرف راهو اللي هو غالي واللي انا كنت نجم نلقاه في بلاصه اخرى اما خير. الحقيقه في سوق سيدي بومنديل ما لقيتش موديل كي من هكايا. اون ديغي كويفر مارتلي ياسر ياسر مثخم كلاس برشا. اربعه من الناس كهو نحنا على قد عديدنا. شوفوا محليه البنات، استنين ها هما الباقينا. حتى الباكو نتاعو ياسر مدخم راهو باش تهديوه كادو مثلا لصاحبتك لوستك لجارتك. هاهم 4 بياس بيان امبالي مغارف. شوفوا باش نعمل لكم ديمونستراسيون صغيره البنات. فوالا البنات هذيا لمحه صغيره على الديكور كيفاش باش يكون. ماهوش هذا هو الفينال، ما حبيت نعمل لكم ديمونستراسيون صغيره. فوالا شفتوا محليهم قديش عطاو، هيك خذوا فكره صغيره. وان شاء الله انا تنوريكم الزينه نتاع الطاوله كامله، حاجات بسيطه مش متكلفه جمله. هذوما اصحنا شارينهم احنا ديجا نستعملوا فيهم هذوما في ماكلتنا نتاع كل يوم، وهذوما كيف كيف. دونك خذيت جوز اصحنا، واحد كاري هكا وهذا زيد كاري في عوض، نحطو هكا كلبتو عملتو كيلوزانج. دونك وليت هكا الفورمه نتاعو، وهذيك بابي سيرفييت عادي. هكا عملت فيه نو، انا تنجمو تحطوها هكا زيد تفنوا البنات. عملوا حاجه هكا وانتم شايخين عليها تشوفوا قداش تجي مزيانها. وهذيا ورده نتاع دراجي نتاع عرس عنده سنين الله موجود حاسيلو. كنت مزينه بيه انا كيس نحيته هكا حطيته لهنا. وهذوما المناجير الجديد، وهذه كوب من زهيز امي ميسرش هكا شويه فوضى من تيلي. فوالا هذه هي البنات، حاجه بسيطة على الاخر وتنجم تطلع تعمل منظر حلو 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 برشا. الفايده في الذوق مش الفايده في التكاليف البنات. صحيح هو المناجير غالي، اما انتوما تنجموا تتصرفوا بالحاجات اللي عندكم وتطلعوا حاجه حلوه 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 برشا. ان شاء الله تعجبكم البنات الفكره.
البسكويت هذه هي خبز الجاتو اللي قلت لكم باش نهزها لجارتنا، نفس الخبز اللي طيبتها البارح راهو معاكم هي بيدها، غير بركة غيرت شوية في الزينة، عملت العكس، عملت الباز متاع الجاتو فاني والكريم شانتي بالكاكاو، وهو باش نبدل الطريقة متاع الزينة، يعني نفس الباز متاع الجاتو البنات نجموا تفنوا فيها وتعملوا الزينة اللي انتم تحبوها. هاكم شفتوا قديش محليه طلع المنظر متاحة، ياسر كلاس ياسر مزيانة. نخليكم استمتعوا حاسيلو بالمنظر ياسر ياسر روعة. والسيغو زيدا بدلناه، عملنا السيغو العادي، كيس سكر عليه كيس ماء وتخليوه يغلي، بعد زدت عليه قهوة، جي حاسيلو قومو كا روعة روعة روعة. البنات حبيت نزيد نعطيكم دي ديتاي اكثر على الزينه هذيك، هذوكم دبيبز عملتهم انا في الكونفينمون، دبيبز ما عادش نستعملوا فيهم جمله قديمه، رشيتهم بالبومب دوغي وهاكم تشوفوا، واحده حطيت فيها شمع واحده حطيت فيها ورده، هذوكم ديار زوز الصغار من زهيز ماما جايبهم با وقتها من المانيا يظهرلي ولا من ايطاليا ما نعرفش منين، وهذيك الورد اللي انا شريته من سوق بومنديل، حسيلو حاجات هكايا بسيطه، حتى من التوبر متاع الجاتو هذيك من مرس عام عامني ولديجا هاكم مريت ومكسر منها حرف الاء، وهاكم تشوفوا طلع منظر روعة روعة روعة. هوني اخر حاجة في الفيديو البنات، هذوما كادوات تابعين نبا ما همش متاعي، كلفني هو بالزينة متاعهم، يعني قلت خليني بارتاجي معاكم طريقة تغليف كادو. ياسر عجبني البابي، ماخذوه من مكتبة الكتاب، تلقاو فيه البابي زادا اون كارت معناها اون كارت دو فو تكتبوا فيها انتم اللي تحبوا عليها، كفكرة معناها تحفونا بوغ لي بروفيسيونيل. هاكا شوكولاتة وذوكم دي بلوك نوت، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو البنات، كان خفيف عليكم، نتقابلوا ان شاء الله في الخير وعلى خير. بقالي كان نقولكم بسلامة، نتقابلوا في الفيديو الجاية ان شاء الله.